السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي في جريد فور، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معاكم مستر أسامة الهادي من قناة ليرن ماس. أتمنى أنكم تكونوا بخير، والنهاردة إن شاء الله هناخد ذا فيرست ليسون في يونت 9، اللي هو الجزء بقى الغير مترحل، لأن الجزء المترحل إحنا خلصناه في الحلقات اللي فاتت، واللي فاتوا الحلقات اللي فاتت أو أول مرة يشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويختار الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بينا على الدرس. موضوع الدرس النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها let's build it we break it down we break it down again. طبعا ده نراجع مع بعض شوية كده في البداية عن اللي احنا خدناه في السكند ترم في جريد 3، خدناها السنة اللي فاتت، وده تكملة بس مراجعة ليها، وبعد كده ندخل في الدرس. بيقولك remember، يعني تذكر الـ unit fractions and الـ proper fraction. ايه هو الـ unit fraction وايه هو الـ proper fraction؟ بيقولك هنا أمال cut a pizza into 8 equal pieces، يعني قطعت البيتزا دي لإيه؟ لـ 8 equal pieces. وبعدين she ate one pieces، يعني أكلت قطعة من الايه من الايه. باسم ate 3 pieces. What fractions of the pizza did each of them eat؟ يبقى كل واحد كل منهم قد ايه؟ هي كلت قطعة من 8 وهو اكل 3 من 8. يبقى الفراكشن بتاعنا هنعبر عنه ازاي؟ يبقى أمال 8 1 pieces of 8 equals pieces. الفراكشن هيكون 1 over 8، إن هي أكلت قطع من كام؟ من 8. عدد القطع أو عدد البارتس اللي موجودين ده بنحطه تحت كده وبنسميه الدينومينيتور، بنسميه الدينومينيتور. وعدد الأجزاء اللي احنا counted أو عديناها أو أكلته ده يعتبر في إيه؟ حاجة اسمها النيميريتور. يبقى النيميريتور بنخليه فوق والدينومينيتور بنخليه تحت. طب 1 اوفر 8 دي معناها ايه؟ بنقول ده هو اليونت فراكشن. وبنقراها ازاي؟ بنقول 1 eats 1 eats، ولازم في اليونت فراكشن يكون النيميريتور ب 1. وطبعا لما بنيجي نتكلم عن الفراكشن لازم نتعرف ونفهم قوي الموضوع. الهول، الهول يعني حاجة كاملة أو واحد كامل أو بيتزا كاملة زي كده، دي بنسميها وان هول. وما نقدرش نقول إن هي عبارة عن جزء واحد، لأ لازم تكون عبارة عن مجموعة من إيه؟ الأجزاء أو مجموعة من البارتس. وهل هي مجرد بارتس كده وخلاص؟ لأ لازم تكون إيكوال بارتس. طب هنا مثلا في البيتزا دي كام إيكوال بارت؟ تعالى نعد مع بعض كده كده 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى ال 1 هول دي او البيتزا الكامله هي بتتكون من 8 بارتس، بتتكون من ايه؟ من 8 بارتس. طيب البارت ده او الجزء ده بنعبر عنه ازاي بقى ماثيماتيكالز، رياضيا ازاي احنا بنعبر عن البارت ده؟ البارت ده بنعبر عنه زي ما تكون ان الشكل اللي قدامنا ده ان هو بناخد الشرطه دي وبعدين بيبقى فيه نمبر فوق وفي كمان نمبر ايه تحت. النمبر اللي فوق ده بنسميه نيميريتور، بنسميه ايه؟ نيميريتور. والجزء اللي تحت ده بنسميه الدينومينيتور. يبقى احنا بنشوف كامل ايكوالز بارت اللي عندنا وبنخليهم تحت اللي هي الايت هنا، طبعا في الحالة دي اللي هي الايت، وبنسميها الدينومينيتور. طب احنا عايزين بقى ناخد كام بارت من الايت؟ عايزين ناخد 1 مثلا. ال 1 دوت هو ده اللي بنخليه فوق وبنسميه نيميريتور، بنخليه فوق وبنسميه ايه؟ نيميريتور. طيب لو احنا خدنا اكتر من بارت مثلا، هيكون مثلا 3، هيبقى فوق 3 اوفر 8، وهيبقى ال 8 تحت دايما هي عدد الايكوالز بارت الاجمالي. عندنا 8 يبقى 8 تحت بنخليها، لو 6 يبقى 6 تحت، لو 4 يبقى 4 تحت، وهكذا. بالنسبة للهول بارت لما بنيجي نقسمه أو نجزأه
بس اهم حاجه نبقى عارفين ان هو لازم يكون ايكوالز البارتس كلها ايه ايكوالز، ونسميها الايكوالز بارت. يعني لما اشوف 1 كده فوق والايد دي تحت، معناها ان احنا بنقول ان احنا اخدنا جزء من كام، من 8، يعني خدنا بارت من ايه، من 8 ايكوالز بارت. معنى ذلك ان الجزء اللي فوق اللي هو في النيميريتور ده، في الحالة دي احنا كده خدنا جزء من كام، من 8 اجزاء، من يعني 1 بارت في from 8 بارتس. طيب لو فرضت بقى ان في حد عايز ياكل مثلا التلات قطع دول او التلات اجزاء دول، دي بالنسبة لو حتة واحدة، يبقى في الحالة دي هنسميها 3 over 8. 3 اللي هو عدد الاجزاء اللي هياخدها او هياكلها، over 8 اللي هو برضو over للايكوالز بارت، الاجمالي بتاعهم اللي هو هيكون هنا في الحالة دي 8. طيب لو حد عايز ياخد الفايف دول مع بعض، هيبقى 5 over برضو 8. الايت دي ثابتة اللي هي ايه، عدد الاجزاء الاجمالي او الايه التوتال ايكوالز بارت. طيب نيجي بقى بالنسبة لثري اوفر 8 دي، بنسميها بروبر فراكشن، بنسميها ايه بروبر فراكشن. والبروبر فراكشن ده بيكون الجزء اللي في النيميريتور اقل من ايه الجزء العدد الاجزاء اللي في الدينومينيتور. يبقى دايما النيميريتور الرقم اللي في النيميريتور بيكون اقل من الرقم اللي هو الاجمالي في الدينومينيتور. طب it series as 3 eights، يبقى بنسميها ايه لما بنيجي نقراها، read as 3 eights. 3 eights، والصور اللي احنا شفناها 3 over 8، او لو قلنا مثلا 5 over 8، ده اللي اسمها الفراكشنز، اسمها الفراكشنز اللي تيجي بالشكل دوت. يبقى كده احنا راجعنا الجزء الخاص بعملية الفراكشن. دلوقتي عايزين نركز بقى على جزئيتين مهمين. ايه هو بقى الفرق بين اليونت فراكشن والبروبر فراكشن؟ اليونت فراكشن ده هو عبارة عن جزء من هول، يعني جزء من كام، من عدد الاجزاء الاجمالي، ولازم يكون فوق بوان، ما ينفعش يكون رقم تاني غير الوان. اما البروبر فراكشن هي عدد الاجزاء اللي بناخدها من المجموع الاجزاء الاجمالي، وده بنسميه البروبر فراكشن، نسميه ايه البروبر فراكشن. ويبقى اليونت فراكشن اللي هي تعتبر الوحدة اللي بنقدر نكون بيها الاجزاء دي كلها اللي هي الهول كامل، يعني وحدة مع وحدة مع وحدة مع وحدة مع وحدة، كلهم مع بعض كده بنكونوا الهول كامل او الرقم الكامل اللي احنا قلنا عليه، زي البيتزا دي بوان. دلوقتي بقى هنشوف الـ Reviewing Vocabulary، هنتعرف على الـ Fraction والـ Denominator والـ Numerator والـ Unit Fraction والـ Proper Fraction. ايه هو بقى الـ Fraction؟ ده عبارة عن Number بنسميه بيعبر عن عدد الأجزاء أو الـ Part of a Whole، أو جزء أو عدد أجزاء من الـ إيه؟ من الـ Whole أو الـ Parts الـ إيه؟ من الـ Group. يعني لما يكون عندي مثلا البيتزا 8، يبقى مثلا هتبقى 8. طب ممكن نقطعها ل4، مش لازم يكون 8، ممكن تبقى ل6 او 5 او 7 ايا كان. فالفراكشن هو النمبر بيسمي عدد الاجزاء او الاجزاء اللي احنا بناخدها من الهول او الرقم الكامل اللي هو الصحيح من البارتس اوف ايه جروب. طيب ايه هو الدينومينيتور بقى اللي هو بنحطه، الرقم اللي بنحطه تحت، وده بيعتبر بيبقى بلو، يعني تحت ليه البار، البار فراكشن اللي هو ده كده. فبنحط هنا كده ايه الدينومينيتور في الحتة دي كده، وبعدين اللي هو خاص بالفراكشن، وده بيقول لنا عدد هاو ميني اكوالز بارت زير ار، يعني ممكن يبقى 8 زي ما قلنا، ممكن يبقى 6، ممكن يبقى 7 او 12، ايا كان احنا عدد الاجزاء هو ده اللي بنخليه تحته، بنسميه ايه الدينومينيتور. طيب ايه هو بقى النيميريتور؟ النيميريتور برضو ادي البار اهو بتاعنا، وبعدين ده الرقم اللي بيبقى موجود فوق،
ودوت بيخبرنا او بيقول لنا how many equals parts have been counted، احنا اخدنا قد ايه من البارتس اللي موجودة تحت اللي هو عدد الاجزاء الاجمالي. اليونت فراكشن لما نشوف كلمة يونت فراكشن دي نعرف ان هو عبارة عن فراكشن بس النيميريتور بتاعنا هيكون 1، يبقى 1 اوفر عدد الاجزاء الاجمالي. لما نشوف بقى كلمة بروبر فراكشن اسمها ايه؟ بروبر فراكشن ده هو عبارة برضه عن فراكشن بس النيميريتور بتاعه بيكون للزان الدينومينيتور، يعني الجزء اللي فوق دوت بيكون اقل من الجزء اللي تحت. زي مثلا لما نقول مثلا 5 over 6، 5 over 6 ده هو عبارة عن بروبر فراكشن. ولما نقول مثلا برضو 3 over 8 ده كده برضو بروبر فراكشن. يلا بقى نبدأ الدرس بتاعنا بشكل فعلي اللي هي كومبوز فراكشن. يعني ايه نعمل كومبوز؟ كومبوز يعني بنبني او بنركب حاجة، صح؟ يبقى you can put fractions together to compose build، دي اسمها وحدة، وحدة البناء أو الوحدة اللي احنا بنكون بيها الايه؟ ال one whole. طيب اللي هو عندنا مثلا ديت تعتبر one whole قبل ما نقسمه، قبل ما ايه؟ ما نجزأه بالشكل ده. طيب احنا هنجزأه، يبقى بنعتمد اعتماد رئيسي على وحدة البناء اللي هي ال unit fraction اللي احنا خدناها، وهي دي اللي هتكون لي بعد كده ال one whole طبعا. فلازم يكون هي أصغر وحدة اللي هي ايه؟ ال one، يبقى لازم one من ايه؟ من عدد الأجزاء الإجمالي، لو هما 4 يبقى 4. طيب يبقى لازم نقول هي وحدة من ايه؟ أو جزء من ايه؟ من عدد الأجزاء المتساوية ال equals part. ما ينفعش تقول كلمة part كده وخلاص، لأن part مش متساوية يبقى ما ينفعش. فلازم نقول دايما one fourths مثلا، يعني جزء من ايه؟ من اربع اجزاء او equals part، لو هنا 4 تبقى 4 وهكذا. فبنسميها ال one whole ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 fourths. 4 ايه؟ fourths. يبقى لما نيجي مثلا نقسم لاربع اجزاء بتكون الوحدة بتاعتنا اللي هي البلد بالشكل ده بيكون 1 over 4، 1 ايه؟ over 4. كل جزء من الفور ده اسمه forces، يعني ده اسمه forces وده اسمه forces وده اسمه forces وده اسمه forces، كلهم مع بعض كده هما كام؟ equals part 4 forces. 4 كام؟ 4 forces، لان هما دول اللي هيكونوني بعد كده ال one whole اللي قدامنا ده. طيب لما نيجي نجمعهم بقى تاني بنقول when you put 4 forces together، لما نيجي نحط دول مع بعضيهم you will get a one whole. يبقى احنا كده لما قطعناهم ولما نيجي نجمعهم تاني ال 4 forces يدينا one whole. طيب يبقى كده one forces كلهم يديني كام؟ 4 forces، لو عبارة عن one over 4 كلهم نعمل لهم بلس هيديني في الاخر ال one whole. طب هل هم لازم يبقى 4 بارتس بارتس؟ هل هم لازم يكونوا 4 بارتس اونلي؟ لا، نقدر ان احنا نستخدم اليونت فراكشن تو كومبوز قلنا ل one whole نجمعهم تاني. لا، ممكن نكون نقسمها مثلا لجزئين اتنين بس، وفي الحالة دي اسمها هافز ودي اسمها هاف، الاتنين مع بعض هنسميهم two halves، والاتنين دول مع بعض هيكونوني in one whole. يبقى لما نيجي هنا نكون one whole يبقى محتاجين ايه؟ محتاجين الجزئين دول، كل جزء بايه؟ ب halves. halves plus half تدينا ايه في الاخر؟ one. هنا دي بقى بنسميها one over three و one over three. one over three بنسميها three thirds، يبقى كل واحدة من دي عبارة عن thirds، one thirds، كلهم مع بعض بيكونوني ايه؟ 3 thirds، وهم مع بعض بيعتبروا ايه؟ one whole. يبقى one over three one thirds، وكمان معانا one thirds، ومعانا كمان one thirds، كلهم يدينا ايه؟
يدينا one whole. هنا طبعا قلنا four forces ممكن تيجي في شكل سيركل زي كده، وممكن تيجي على شكل سكويرز زي ما احنا شايفين. الفور فورسز دي هم عبارة عن one whole، وممكن نقسمها لفايف بارتس بالشكل ده، وكل واحدة اسمها one fifth. one fifths one fifths بداية من الفور كده، احنا الاول دي هافز، والثيرد بنسميها ثيردز بالشكل ده، بداية من الفورث بنسميها فور، وبنحط جنبيها تي اتش اس. يبقى هنا كمان في الفيفث تي اتش اس، في السكسز تي اتش اس، وفي السفنسز برضو تي اتش اس. يبقى لو قسمناها الفايف بارتس زي كده بنقول فايف فيفثز. فايف ايه؟ فيفثز. الفايف فيفثز دول لما نجمعهم مع بعض بيدينا 1 هول، يعني 1 اوفر 5 بلس 1 اوفر 5 بلس 1 فيفث 1 فيفث 1 فيفث، نجمعهم مع بعض يدينا في الاخر ال 1 هول زي ما احنا شايفين. ولو قسمناها ل 6 بارتس هنقول 6 سكسز، 6 ايه؟ سكسز. وال 6 سكسز دي بيكون لي برضو ال 1 هول 1 اوفر 6، متكرره كم مره؟ 1 2 3 4 5 6، في الاخر هيدينا 1 هول واحد كامل. 7 سفنسز برضو بنجمع مع بعض يطلع ال 1 سفنسز دي متكررة كم مرة؟ متكررة 7 تايمز، وفي الاخر هتدينا برضو 1 هول زي ما احنا شايفين. هنا بيقول لي you can use unit fraction to compose proper fraction. يبقى احنا لما نيجي نكون البروبر فراكشن هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ده يونت بار يونت فراكشن، وده يونت فراكشن، وده يونت فراكشن. كام يونت فراكشن عندنا هنا؟ 1 2 3 فروم كام؟ فروم 4. يبقى عندنا 3 بارتس فروم 4، ودي بنقول عليها 3 اوفر 4 3 اوفر 4. بس لما بنيجي نقراها ريد ايه؟ بنقول 3 فورسز، ده فورسز 1 فورسز 1 فورسز 1 فورسز، كلهم مع بعض يدينا ايه؟ 3 فورسز. هنا طبعا الجزء الشادد بارت او الجزء المتلون ده عبارة عن كام؟ 1 2 3 4 5 كلهم كام؟ نكمل بقى 6 7 8. طبعا كام بارتس ملونين هنا؟ colored بارت او الشادد بارتس هما طبعا 5 بارتس، ودول هنسميهم ايه برضو؟ بنقراهم نقول 5 eats. eats اللي هي الجزء الاجمالي دوت، الاجزاء الاجماليه دي مع بعضها بنسميها ايتس. طب لو هما 6 بنقول 6s، لو 7 بنقول 7s، يبقى دي كلها كام؟ بنقول 5 ايتس. 5 ايه؟ 5 ايتس. هنا نفس الكلام، الشادد بارت هنا في 1 اوفر 5 1 اوفر 5 1 اوفر 5 1 اوفر 5 ريبيتد كم مره؟ 4. ده اللي هو البروبر فراكشن، وبنقول عليه 4 fifths. 4 ايه؟ 4 fifths. نشوف ديت 1 2 3 4، في هنا 3 وهنا 3 يبقى كلهم 6 بارت، والشادد بارت هنا 1 2 3 4، بنقدر نعمل لهم كومبوز اللي هو هيكون 4 اوفر 6، وبنقول عليه ايه؟ 4 sixes. 4 كام؟ 4 sixes. يلا ناخد امثله على الكلام ده. بيقول لك كرييت ا موديل، الموديل اللي هو الشكل دوت، ومفيش نموذج معين تقدر تعمله. ممكن تقول انك انت تعمله بشكل ريكتانجل، وممكن تعمله بشكل سيركلز زي ما احنا شايفين. طبعا احنا اتفقنا ان ده كده اسمه ايه؟ دي كده اسمها يونت فراكشن، ودي يونت فراكشن، دي يونت فراكشن، دي يونت فراكشن، يونت فراكشن. يبقى هو عايز يقسم ال one هول دوت لخمس أجزاء متساوية equals part، هنا طبعا 5، فقسمها بالشكل دوت، واختار الريكتانجل عشان يمثل الموديل بتاعنا. وهنا في الحالة دي كلهم مع بعض بيكونوا لي one هول. نفس الكلام هنا عندنا one هول، بس ايه؟ هو عايز يقسمه ل 8 parts equals part. يبقى هنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8، عملها بشكل سيركل وقسمها لي لتمن اجزاء متساوية بالشكل ده عشان يعبر عن الايه؟ الوان هول، لما احنا قسمناه ل 8 بارتس ايكوالز بارت.
نشوف المثال التاني دوت اللي معانا. What is the fraction represent بتمثل ال colored part. طب يبقى في الحالة دي هنشوف عدد الأجزاء الإجمالي كام؟ 10. يبقى هنكتب 10 كده تحت، ودي كده اسمها unit fraction، وفوق هيبقى 1 بس. بس نعد بقى عدد الأجزاء ال colored part. هنا كده 1 2 3 4 5 6 7. يبقى عندنا 7 بارتس او 7 ايكوالز بارت، هما دول اللي بيعبروا عن الفراكشن، ولان هو محدد لي الكالر. طب لو هو بقى حب يوقعني وقال لي ان كالر يبقى كام؟ هيبقى 3 بس، مش كده؟ اللي هما 1 2 3. اما هو محدد لي تحديدا اللي هي الايه، الكالر بارتس. الكالر بارتس نعدهم كده، قلنا 7. يبقى هنكرر اليونيت فراكشن دي، احنا قلنا دي اسمها يونيت فراكشن، اللي هي فوق في النيميريتور بيبقى 1 والدينومينيتور عدد الاجزاء الاجمالي. يجي واحد يقول لي مثلا 1 اوفر 7، هقول له لا تمشي كده، هقول لك طبعا غلط، لازم تشوف تحت في الدينومينيتور بيتكتب ايه، مش عدد الاجزاء اللي هو بيشير اليها، لا احنا بنحط عدد الاجزاء الاجمالي اللي هي في الوان هول. الوان هول هنا عبارة عن كام بارتس؟ عبارة عن 10. بس احنا بنقول الكالرد بارت او الاجزاء اللي بتعبر عن البروبر فراكشن او الفراكشن بتاعنا هي 7. يبقى بنكرر ال 1 اوفر 10 اللي هي اليونت فراكشن كام مرة؟ بنكررها 7 كده. 1 2 3 4 5 6 7 مجموعهم كام؟ 7 اوفر 10، هو عدد الايكوالز بارت اللي احنا بنتكلم عنهم اللي بيمثلوا البروبر فراكشن. ونبقى متفقين ان كل واحد من ده تبقى 1 اوفر 10، ودي كمان 1 اوفر 10، والباقي كله نفس الكلام. هنتكلم بقى دلوقتي عن decomposing للفراكشن. احنا قلنا هناك كومبوز بنجمع اليونت بارت عشان نعمل وان هول كامل، واحد كامل. هنا بقى decompose يعني بنقسم الفراكشن، بنقسم الوان هول الى ايه، اجزاء equals بارت. هنا بيقول لك decomposing fractions means breaking. breaking يعني بنقسمها into separated unit part، يعني كل واحدة تعتبر دي unit part. يعني مثلا ال 1 لو قسمناها لجزئين ده هتبقى ايه، اسمها halves، ودي كده ال halves دي هي تعتبر unit fraction، وكمان عندنا halves يبقى ايه، unit fraction كمان. يبقى ال 1 whole قسمناه لجزئين اللي هو halves و halves، الاتنين مع بعض بنسميه 2 halves. هنا وبنقول عليها طبعا halves 2 halves. هنا طبعا 1 over 3 و 1 over 3 و 1 over 3 يعني بنسميها 1 thirds. يبقى قسمها ل 3 equals part، هنا مقسمها ل 4 equals part، هنا 2 هنا 3 equals part، هنا قسمها ل 4 equals part، هنا 5 equals part بنسميها 1 fifths، وهنا طبعا قلنا 1 fourths، وهنا هتبقى 1 sixths اللي هي 6 equals part، وهنا 7 equals part، وهنا 8 equals part. بنجمعهم كلهم مع بعض كده بيديني في الآخر 1 whole، واحد صحيح. هنا بيديني مثال بيقول لي decomposing each of the following fractions into two way، يعني نعبر عنها بطريقتين، وبنرسم المودلز او درو موديل. هنا مثلا 4 بارت فروم 5، واللي قلنا طبعا ان احنا بنقول عليها 4 فيفسز، طبعا هنقسمها دي طبعا بالشكل ده، وهي مع بعضها كده عبارة عن 4 بارتس، وهنقسمها اليونت فراكشنز زي ما احنا شايفين. يبقى دي 1 فيفس 1 فيفسز 1 فيفسز 1 فيفسز، بعدد الأجزاء اللي هي الكالرد دي بنقول هنا 1 over 5 plus 1 over 5 plus 1 over 5 plus 1 over 5 هي ال 4 فيفسز. طب نقدر نعبر عنها بشكل تاني ان احنا نقول هي نفسها ال 4 فيفسز دي، ممكن نقسم ايه ل 2 بارتس و 2 بارت، يبقى 2
اوفر 5 وكمان 2 اوفر 5 وهنا هتبقى 2 فيفسز 2 فيفسز. نفس الكلام هنا 5 ايتس هنا وهنا هتكون عبارة عن قسمها مثلا ل 2 و 3 2 ايتس 2 و 3 ايتس كلهم مع بعض يديني 5 ايتس اللي هو عدد الأجزاء وده بنسميه البروبر فراكشن. ممكن نقسمها ل 1 و 1 و 3. طيب في تقسيمة تانية ان احنا ممكن نقول مثلا 2 برضو لو عايز تجيب حاجة زيادة 2 over 8 plus 2 over 8 plus 1 over 8. ده أكتر من موديل أو أكتر من أشكال بنقدر نعبر عنها هنا عن الـ 5-8 أو الـ 4 over 5 وهكذا بالنسبة للأمثلة المشابهة. تعال ناخد مثال هنا بيقول لي طبعا check your understanding هنشوف يعني فهمك للدرس. بيقول لك write the fraction that represent 1 over 4 plus 1 over 4 plus 1 over 4. هنا طبعا 1 over 4 plus 1 over 4 1 over 4 هو بيقول لك draw a model for this fraction. طبعا باختصار شديد جدا ان احنا ممكن نعمل الموديل بالشكل ده كده. هو لما يقول لي طبعا عندنا كده طبعا المفروض 4 بارتس بالشكل ده وكل واحد من ده بيمثل 1 over 4 وهنا هتبقى 1 over 4 وهنا 1 over 4 دولت اللي هم هنعلم عليهم وهتبقى بالشكل ده كده كده دي بيمثلوا ايه 3 over 4. طب لما نيجي نعبر عنهم بقى بنقول هنا طبعا رسمناهم من جديد هي دي الأجزاء اللي بيعبر عنها. لما بيجي نكتب بقى الإكويجنز بتاعتنا أو بنكتب المعادلة بتاعتنا إن المفروض 1 over 4 بلس 1 over 4 بلس 1 over 4 كل واحدة من دي طبعا تعتبر 1 forces يبقى المجموع بتاعها يديني 3 over 4 ودي طبعا زي ما احنا شايفين ان هي تعتبر ايه proper fraction. هنا برضو بيقول لي use unit fraction to write and equations represent the fractions for the colored part. بيتكلم عن ايه colored part. طبعا دول كام جزء طبعا 1 2 3 4 5 يعني اكن دي 1 over 5 ودي هتبقى 1 over 5 ودي 1 over 5 ودي كمان 1 over 5. لما نيجي نعملها بقى كايكويجن بنقدر ان احنا نجمعهم كلهم مع بعض تبقى 1 over 5 بلس 1 over 5 1 over 5 فاضل واحدة كمان 1 over 5 المجموع بتاعهم هيطلع كام؟ هيطلع معانا 4 over 5 ديت بقى طبعا بيقول لي هنا بيقول لك write an equation بيقول لك write an equations to decompose يعني هنقسمها into unit fraction. طبعا unit fraction هتبقى عندنا 1 over 4 plus
1 over 4 plus 1 over 4. نشوف هنا بيقول لي decomposing each of the following fraction in two way، يعني بطريقتين مختلفتين. هنا بيقول لي decompose each of the following fraction in two way. طبعا دي 6، طبعا دي تبقى هتبقى ثابتة طبعا في كله، هنا 6 وهنا 6 وهنا كده 6، وهنا طبعا ال 3 ممكن نقسمها ل 1 و 1 1. اكسرسايز سهل جدا زي ما احنا شايفين. هنا طبعا هنقسمها لجزئين اتنين بس، فال 3 دي ممكن هنخليها 2 و 1. هنا 7 يبقى هنكتب هنا كده 7 وهنا 7. هنقسمها لجزئين، ممكن نقول مثلا ال 6 هي اللي هتتقسم 2 و 4. هنا طبعا شوف طريقة تانية اللي هي another way، ممكن نقول مثلا 3 و 2 و 1، مجموعهم كام في الآخر؟ مجموعهم 6. هنا هتبقى 5 و 5، 4 دي هي هتكون عبارة عن مثلا 2 و 2، وهي نفسها هنا برضو 5 5، اللي هي الايه التوتال بتاع الايكوالز بارت، اجمالي عدد الاجزاء. هنا طبعا الفور ممكن نقول هي عبارة عن 2 و 1 و 1. وبكده نكون خلصنا اليونت 9 ليسون 1 في يونت 9. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، هو درس سهل جدا زي ما احنا شايفينه بسيط. واللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك في القناة ويفعل الجرس ويختار الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. معكم مستر أسامة من قناة ليرن ماس، تمنياتي بالنجاح والتوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.